مرحبا يا أصدقائي، اليوم أيضا سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا المناظر بطرق مميزة خاصة بهم مثل المحاضرة السابقة، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل ديفيد هونكي. يمكن القول إن طريقة التعبير عن الماء في هذه اللوحة مثيرة للاهتمام من بين أعماله العديدة. هل ترون لوحة الغطس الأصفر في المقدمة؟ قد رسم لحظة تناثر الماء بعد إن قفز شخص ما للتو من لوح غطس. ما المثير للاهتمام حقاً؟ إنه التقط اللحظة الوجيزة التي يتناثر فيها الماء للخارج في اللوحة. وهذا أيضا عمل هونكي على عكس اللوحة التي رأيناها للتو. قد استخدم الكثير من الألوان المختلفة في هذه اللوحة لتبدو مزركشة بشكل عام. ولكن إذا ألقينا نظرة عن كثب يمكننا أن نلاحظ أنها ليست مزركشة جدا. إن الأشكال البسيطة إلى حد كبير، واستخدم ضربات الفرشاة نفسها بشكل متكرر كلما رأيت منظرا مليئا بالطبيعة مثل هذا أشعر بالانتعاش والاسترخاء. هذا عمل جورج سورا. يستريح الكثير من الناس في الجزيرة بعد الظهر تحت أشعة الشمس الدافئة، لكن ألا تختلف هذه اللوحة عن اللوحات الأخرى بشيء ما؟ إذا ألقينا نظرة عن كثب يمكننا أن نلاحظ أنها مرسومة بطريقة تنقيطية دقيقة جدا. الطريقة التنقيطية تعني إكمال الرسم بوضع النقاط من البداية إلى النهاية. يا ترى كم عدد النقاط التي يجب وضعها لإكمال اللوحة هكذا بشكل دقيق بوضع النقاط فقط؟ فعلا أحترم الرسام احتراما كبير. هذا عمل هنري روسو. يبدو من النظرة الأولى أنه مشهد غريب وغير مألوف. امرأة تنام حاملة آلة موسيقية في الصحراء التي تنيرها أشعة القمر، وخلفها وحش مفترس مرعب. حتى في مثل هذا الموقف الخطير تنام المرأة بارتياح دون أن تشغل بالها به. يبدو وكأنه مشهد من حلم وكأنه واقع أيضا، فيعطي إحساسا غامضا. إنها لوحة جذابة تعطي شعورا غريبا وسلاما لسبب ما. هذا أيضا عمل هنري روسو. إن جو هذه اللوحة مختلف تماما عن اللوحة التي رأيناها للتو. قد رسم وحشا مفترسا يركض عبر الأجمة حيث يضرب الرعد والبرق، ورسم العديد من هذه المناظر الطبيعية الغريبة للغابات المطيرة. وقد رسم الطقس الغائم مع الرعد والبرق وهبوب الرياح الشديدة الآتية بالمطر بطريقة واقعية للغاية. أعتقد أن تعبير وجه الوحش المفترس وحركاته تبرز هذا الجو البارد والقاسي. هذا عمل جورجيا أوكيف. على عكس اللوحة بالعمل الدقيق والتي رأيناها للتو، فإن هذا العمل عبارة عن لوحة فن رسم الطبيعة بأشكال بسيطة للغاية. ولكن الأشكال البسيطة لا تعني أن اللوحة سيئة أبدا. استخدمت هذه الرسامة أشكالا وألوانا بسيطة، لكن لوحتها تعطي إحساسا مختلفا تماما وناعما بشكل عام. من المسهل أن الأشجار الحمراء والجبال لها إحساس الألوان القوية.
هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ هذه المرة وجدت هذه الصورة وأحضرتها لأنني أردت أن أرسم منظر ممتلئ بحديقة زهور بإحساس سلام وكأنه من حكاية خيالية. يا ترى كيف سيكون مزاجي عند الجلوس بهدوء على كرسي في مكان محاط بحديقة زهور والاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة؟ أريد أن أرسمه بينما أتخيله، إذن فلنبدأ من الآن. نعم، قد أكملت الرسم التخطيطي. هكذا مسبقاً، هيا نلونه على الفور بأقلام الألوان. ثم سنلون حديقة الزهور بألوان الشمع مثل المرة السابقة. سنرسم الجزء الأمامي بشكل كبير، وكلما رجعنا للخلف كلما أصبح أصغر.
أما أبعد جزء من حديقة الزهور فنلونها بأقلام الألوان بشكل خفيف وبكثافة. ونلون العشب الذي يظهر من بين البتلات، وأيضا نلون التل الظاهر بمسافة عن بعد باستخدام ألوان الشمع وأقلام التلوين. ونلون الظلال بشكل أغمق قليلا، والمناطق التي تتلقى الضوء بطلاء إكريليك الأبيض بشكل فاتح ليظهر تباين الظلال مع الضوء بشكل فعال وشامل، وننهي الرسم. نعم، قد اكتمل كل شيء. حتى الآن نظرنا إلى لوحات للرسامين وفقا للمواضيع المنوعة ورسمناها للتعبير عنها. أنتم أيضا يا أصدقائي
أتمنى أن ترسموا بالمواضيع المختلفة بحرية ومتعة بطرق خاصة بكم. إذن نتقابل في المرة القادمة مع أنشطة أفضل مما قدمناها. شكرا لكم.